السؤال السابع وهو مقوم عدة فترات، الفترة الأولى منه: هل مجلة البيان والسنة مجلتان ثلاثيتان؟ أما مجلة البيان فكانت في بدء أمرها مجلة سلفية، وكتابات محمد سرور أيضا في بدء أمرها كتابات طيبة، ولما تعلق بالحزبية وبالإخوان المبلسين نعم رجعت حليمة إلى عادتها القديمة، هو أصله تربية الإخوان المسلمين، محمد سرور هو تربية الإخوان المسلمين وانشق عنهم، ثم بعد ذلك ماذا؟ نعم وبقي يكتب كتابات طيبة في مجلة البيان، ثم بعد ذلك انتكس، فهي ينبغي أن تسمى مجلة البدعة لا مجلة السنة. أي نعم، وكذلك أيضا مجلة العمى لا مجلة البيان. بعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ من تلك الأيام حملات كبيرة 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 علماء التوحيد العلماء الأفاضل يقول إنهم عديد العديد العديد وسيدهم الآخر نصراني. فماذا يا إخوان؟ صحيح أن هناك علماء أفاضل جدا جزاهم الله خيرا ما ينبغي أن يوصفوا بهذه، ونظرهم ماذا إلى الفتن والثورات والانقلابات أحسن من نظرك يا محمد سرور، أحسن من نظرك يا محمد سرور، لأن الثورات والانقلابات متى نهى الله بها الإسلام؟ أي نعم،